خاصة تبنى شنو هي الوضعية، شنو هي الوضعية نتاع البيئية نتاع الجهة الشرقية بالأقاليم الستة؟ الأقاليم العبر كان موضوع فيه مضافات الشهداء على الأقاليم الستة بصفة عامة، شنو هي الوضعية البيئية على الأقل في نهاية 2008؟ الوضعية البيئية احنا كنلاحظوا كنشوفوا بلي كاين محاولات الناس حسن انه الانسان يخمم التنميه كما كنقولوا، ولكن ملي كنشوفوا الضرر، ملي كنشوفوا التنميه على حساب البيئه، كنشوفوا التنميه على حساب الغابه، نشوفوا اشتتات الغابات، نشوفوا قطع الاشجار، نشوفوا الويدان. الان لاحظنا الويدان كانوا ملي كنا كنغوتوا ديك الساعه حتى واحد ما كان يسمعنا، الناس اللي الويدان عمروهم بلي رومبلي وبناو فيهم هما الان حاصلين في الفيضانات. كان ضروري الاحترام تاع الويدان، احترام الطبيعه، والانسان يجيب واحد التنميه اللي هي مستدامه ديما كنقولوها، التنميه اللي كتحترم الطبيعه وتحترم الانسان وتحترم الجميع. من ما احترموش هذيك البيئه احنا كنحصدوا الجنايات. نشوفوا وجدنا ملي كطيح فيها دابا قطره تاع الماء الفيضانات في كل شيء، بركان كذلك وبالمثل قطره تاع الماء كتفد المدينه. اذا اللي كنرجو الناس اخذ القرار باش ياخذوا بعين الاعتبار هذا الهم تاع البيئه هو الهم الجميع، ماشي انه واحد فئه ولا واحد طرف ولا الفئه كتقول الصالح لها. الانسان اللي عنده واحد المسؤوليه ولا عنده واحد القرار ياخذه بعين الاعتبار بانه الصالح العام يتطلب الحفاظ على البيئه.